تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بواحة سيوة ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات بالواحة. وأشاد رئيس الوزراء بما تحقق في إطار هذا المشروع الذي يعد ثمرة تكامل جهود العديد من الجهات، مشيرا إلى أنه قد أوجد حلولا جذرية لمشكلة رئيسية عانت منها الواحة لعقود، بما يدفع جهود الحفاظ على طابع الواحة واستمرار خطط تنميتها وتعزيز قيمتها المضافة اقتصاديا واستثماريا. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقه جانبا من أعمال التنسيق الحضري بميادين السوق خلال جولته في واحة سيوة، وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة. وقد أكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال المنفذة ضمن مشروع التنسيق الحضري واهتمام الحكومة باستكماله سريعا لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضري لها، بما يجعلها مقصدا سياحيا جاذبا للزوار من مختلف البلدان. تستضيف اليوم مدينة شرم الشيخ المؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها بمشاركة 20 دولة، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الإقليمي الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تحقق أرباحا طائلة تقدر بمليارات الدولارات. وأشار إلى تقرير الخارجية الأمريكية في عام 2022 الذي أكد أن جرائم الاتجار بالبشر حققت 150 مليار دولار من الأرباح غير الشرعية. كشف بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج مؤخرا عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، حيث شمل الإفراج 107 ألف طن من الذرة ب 39 مليون دولار و 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة 59 مليون دولار وإضافات أعلاف بحوالي مليوني دولار. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر، لذا يجب على المصطافين توخي الحيطة والحذر. وكشفت الهيئة عن طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445، والتي ستكون يوم الأربعاء بعد غد الموافق 19 من يوليو الجاري.